بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ان شاء الله تكونوا في احسن حال وصحة يا رب. هنعمل ننضف الجمبري بالشوكة بحيث ان احنا ما نهرهوش خالص. طريقة حلوة قوي سهلة، وهنعمله سويت اند ساور، طعمه بيبقى جميل جدا جدا. اهلا وسهلا بيكم. اول حاجة هنا هنقشره وهنشوف، هنتابع مع الفيديو. سهل خالص وبطريقة سهلة بالشوكة، هنطلع الحبل الرملي بسهولة خالص بالشوكة كده من غير ما نهري الجمبري، وهيبقى هيطلع اهو قدامكم بسيط وجميل. اتفضلوا مع الفيديو، هو سهل وتابعوه. حطيت الزيت والبصل مع الثوم، واحط عليهم الجمبري عشان يشرب كده مية البصل ويبقى طعمه حلو ويستوي فيه. حطيت ملح وكمون، وبعدين في الاخر هحط معلقة صغيرة صوص الصويا فقط. حطوا التوابل اللي بتحبوها. بسم
الجمبري اهو عشان يشرب ميه البصل والثوم كده، حاجه تبقى جميله. البصل ده هيدبل وهيبقى شويه صغيره. نحط انواع الفلفل المختلفه، حار وبارد وزي ما بتحب، الوان فلفل الوان يبقى جميل. هحط شريحتين ليمون كده بس، مش الليمونه كلها. هنا صوص الصويا اهو معلقه صغيره، عشان دي كميه على قد كميه نحط. هحط ميه بسيط خالص عشان اضمن ان كل حاجه استوت، هيشربها كل الوقت. الخضار مع الجمبري الطوفيان هيشرب شويه الميه دول، 3 معالق كده، واغطي عليه بقى عشان البخار ينزل ويسويه. جميل وريحته وطعمه حلوه. لا تنسوني لايك وشير من تحت الفيديو، سبسكرايب ولايك واعجاب، وشيروا الفيديو لزملائكم. والله الاكله طعمها يعني فوق الرائع، وريحتها بقى حاجه صعبه خالص، ريحه جميله جدا. والرز المصري الجميل بالشعريه بالبسمتي كمان يبقى احلى. اشوفكم دايما بخير حبايبي، ادخلوا في لمة العيلة، قناة لمة العيلة، هسيب لينك تحت الفيديو. قناتنا التانية فيها حاجات جميلة برضه، يعني تشتركوا فيها وتنزلوا. اشوفكم دايما على خير. الفيديوهات كلها. Thank you.
شكرا.